وقد استطلعت كاميرا قناة طيبة عددا من المهتمين بشأن تحسين صورة السودان لدى المجتمع الدولي. بالنسبة لعودة السودان للمجتمع الدولي بعد أكثر من 30 سنة، إحنا كنا غايبين من المجتمع الدولي، ما عندنا مشاركات في أي حاجة، وضع البلد ساء شديد. أنا شايف مشاركة حمدوك في اجتماع الأمم المتحدة حاجة كويسة بالنسبة لنا، حتضيف لنا كثير، ونتمنى الثورة تجني ثمارها زي ما بيقولوا. العمل اللي بيعمله السيد رئيس الوزراء دكتور حمدوك عمل ما هين، وهو عمل لإعادة وضعية السودان بالصورة الطبيعية، الصورة اللي بيستحقها السودان وسط المجتمع الدولي، ولا سيما إن المجتمع في الفترة الأخيرة هو بقى مربوط اقتصاديا واجتماعيا بما يسمى بالجلوبال فيليج. جلوبال فيليج بتعني إنه أي دولة عندها دور في المجتمع ومربوطة بالدول اللي حواليها. وجودنا بصورة طبيعية، بصورة تستحقها السودان، بكل ما يملك السودان من مقدرات وموقع استراتيجي وموقع بما يسمى بالإيجو كولتشر، اللي هي وضعيته في السودان، وضعيته الاستراتيجية بين الدول العربية والدول الأفريقية، إنه عنده دور مهم جدا جدا في كل المجالات السياسية والاجتماعية اللي بتخص الجلوبال فيليج اللي هو المجتمع الدولي بصورة عامة. وضعيتنا في الفترة الأخيرة كانت مهزوزة لأسباب كثيرة معروفة ما دارين نرجع لها، لكن بوضعية حمدوك بخبرته وبفهمه لوضع أو الاحتياجات الدولية وأهمية التطبع الدولي والعمل الدولي في الدنيا بصورة عامة، وضعيتنا لازم ترجع بالصورة الصحيحة ونستفيد منها بالصورة السليمة لمصلحة السودان والشعب السوداني.